اهم يميز المركز بتاعنا هو وجود الموجات الفوق صوتيه على القولون والامعاء الدقيقه اللي بنسميها الباول الترا ساوند، ودي عباره عن موجات صوتيه شبيهه بالموجات الصوتيه على البطن والحوض، ولكن بنستعمل فيها مجاس او بروب خاص يتم فحص من خلالها تقريبا الجهاز الهضمي كله من اول المعده. بنفحص بيها الاثنى عشر، بنفحص بيها القولون سواء الامعاء الدقيقه او الامعاء الغليظه. بنستطيع من خلالها اكتشاف كثير من الامراض الدفينه او صعبه التشخيص، مثل نعمل كشف مبكر لالتهاب القولوني التقرحي من خلال ان احنا بنشوف تخانه او سمك الجدار الامعاء الدقيقه او القولون. بنفحص لو في حاجه اسمها التهاب في الغشاء البريتوني او منديل البطن، لو في حاجه اسمها استسقاء عند المريض غير معروف السبب، مش مريض كبد يعني، لو المريض عنده نقصان وزن غير معروف السبب، لو عنده سخونيه غير معروفه المصدر او السبب، لو عنده اسهال مزمن او امساك مزمن غير معروف السبب، او الام في البطن غير معروفه المصدر. بنستطيع ان احنا بنفحص البطن فحص كامل، بنفحص الغشاء البريتوني، بنفحص منديل البطن، بنفحص لو في عقد لمفاويه موجوده في البطن، ومن خلالها بنقدر نحدد المشكله فين بالظبط، وممكن نقدر ناخد منها عينات. عشان كده الموجات فوق الصوتيه على القولون والامعاء الدقيقه او الباول الترا ساوند تعتبر صيحه كبيره جدا او طفره علميه في تشخيص كثير من امراض الجهاز الهضمي، خاصه نادره الحدوث او الامراض صعبه التشخيص. اسال الله عز وجل ان يمن بالشفاء العاجل على كل مريض، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.